رب تكونوا في احسن واسعد حال. الحلقه ال 82 من مسلسل الثمن، لايك واشتراك ويلا بينا نعرف ايه اللي حصل في احداث الحلقه. ابراهيم الجد بتكون حالته النفسيه سيئه جدا، خصوصا بعد ما يسمع نور مرات فراس وهي بتتكلم عليه وبتقول هو ازاي مش متاثر بكل اللي بيحصل لنا ده وكل الديون اللي علينا، واحد غيره كان زمانه نهار ووقع من طوله. وبعد كده بيسمع سالم كمان وهو بيكلم حبيبته وبيقول لها ان هما في حاله صعبه جدا وان هو ما يقدرش يسيبهم في الوقت ده ومستني لما يسددوا كل اللي عليهم ان المشكله دي كلها تخلص وبعد كده يكون يقدر يسافر. وبعدين بعد ما بيسمع كل ده يرجع على اوضته ابراهيم وبيطلع مسدس وبيمسكه وبيقرر ان هو ينتحر، لكن ناديه بتدخل وبتنقذه في اخر لحظه وبتنده بأعلى صوتها على فراس اللي بيجي جري هو وسالم ونور وبيشوفوا ابراهيم وهو في الوضع ده، وكلهم بيقولوا له ان هو مش مهم الفلوس وان هو اهم حاجه عندهم، لكن هو من الصدمه بيقع قدامهم وكلهم بيحاولوا ان هم يلحقوه وبينقلوه بسرعه على المستشفى. في الوقت ده تمشي. وبنلاقي ان سارة لسه بتشتغل في الشركة وبتحاول ان هي تبذل اكبر مجهود عندها، وبتتصل بتيما اللي اول ما بتكلمها على طول بتجيلها على الشركة